صراحة كنت أسف لما آلت الأوضاع في كلية الطب بالمغرب، وكنت أسف كذلك للعنف اللي تأخذ في حق الطلبة ديال الرباط، وكنندو من هذا المنبر كنندو بهذوك التدخلات العنيفة في حق الطلبة ديال كلية ديال الرباط، ودوك المتابعات القانونية اللي تخد في حق دوك الطلبة. والهدف ديال هاد الوقفة هو وقفة احتجاجية ووقفة كتبين التضامن ديال الأساتذة ديال كلية ديال الدار البيضاء مع دوك الطلبة ومع الطلبة ديال المغرب كاملين، وكنطلبوا إسقاط هذوك المتابعات في حق دوك الطلبة باش يرجعوا يدوزوا الامتحانات إن شاء الله. كذلك هذا الشيء غيشجع باش تدوز الامتحانات إن شاء الله في الدورتين ديالهم في ظروف سليمة. وكنطلبوا من الطلبة ما يدخلوش في المشروع ديال الإصلاح ديال الدراسات الطبية. هذاك المشروع هو مشروع كيخص الأساتذة، والأساتذة الصراحة ما كاينش توافق على هذاك المشروع، كاين نقاش فيه. نتمنى ويكون يتحل النقاش ثاني ويتصلح داك الشيء اللي خصو يتصلح. ونتمنى من هذه الوقفة تحرك المسؤولين باش يكون الإعفاء على الطلبة اللي تاخذ في حق ديالهم الطرد في الكليات باش يلتحقوا يدوزوا امتحانات إن شاء الله، وترجع المجالس ديال الطلبة باش يكون السير العادي وعبروا على الآراء ديالهم وما تخرقش حرية التعبير ديال الطلبة. النقطة العالقة هي التخفيض ديال مدة التكوين بالنسبة لكم كأساتذة، واش هذا يدخل في اختصاص ديال الطلبة أم الأساتذة أم ماذا؟ و 6 سنين ولا 5 سنين ولا لا فورمول اللي تبريزونطات، هذيك سي فورمول اللي كتخص الأساتذة، نورمالمون ما خصش الطلبة يدخلوا فيها، ولكن ذاك المشروع خص يدخلوا فيه الأساتذة كاملين، ما يدوش بطريقة جانبية ويدوز بسرعة وما يكونش فيه النقاش. صراحة المشروع يناقش وإن شاء الله يكون خير. سيدة كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء ينظمون هذه الوقفة اليوم، وهي وقفة تنديدية بالهجوم الأمني العنيف على أبنائنا الطلبة، وهي كذلك مناسبة للتعبير على مواقفنا الثابتة التي سطرناها في بياناتنا للجموع العامة الخمس اللي ناقشنا فيها هذه الأزمة الحالية وقمنا بالوساطة واعطينا بزاف ديال الاقتراحات. وفي نفس الوقت نطالب كل من يهمه الأمر بإيجاد حل مستعجل لهذه المعضلة، لأن الحلول موجودة، شريطة أن تكون هناك إرادة قوية لحل هذا المشكل وهذه المعضلة التي طالت أزيد من اللازم.